وهي تطل على العقد الرابع منذ تأسيسها عام 1972 للميلاد، تواصل الشركة الكيميائية السعودية تطورها في المجالات التي ساهمت فيها بتحقيق إنجازات عملاقة في مسيرة التنمية الوطنية السعودية من خلال الكوادر الوطنية. وكان أول ما تخصصت به الشركة منذ انطلاقتها صناعة المتفجرات للأغراض المدنية. ساهمت الشركة الكيميائية السعودية بدور حيوي في إنشاء شبكة الطرق الحديثة التي تربط أجزاء المملكة العربية السعودية، كما قامت بدور مميز في إنشاء خطوط الأنابيب التي تمتد آلاف الكيلومترات لنقل المياه والنفط والغاز بأرض المملكة وخارجها، وفي تأسيس وتوسعة الموانئ والمطارات والقواعد العسكرية وتأمين الحدود البرية المترامية الأطراف. تفخر الشركة بأن منتجاتها تستخدم في استكشافات النفط والغاز في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، حيث تصنع الشركة الكيميائية السعودية المتفجرات الخاصة لإنتاج الطاقة الاهتزازية اللازمة لدراسة طبقات الأرض بطريقة الأبعاد الثلاثية. وعملت كشريك استراتيجي لصناعة الإسمنت وأعمال المحاجر ومناجم التعدين. كل هذه المواد تعتبر ركيزة اقتصادية في البناء الحضاري الحديث للمملكة العربية السعودية. منذ تأسيسها كشركة رائدة في تصنيع المتفجرات للأغراض المدنية، بقيت الشركة الكيميائية السعودية تقوم بإدارة وتشغيل مصانعها الثلاثة في الرياض والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، بالإضافة إلى سلسلة من مستودعات التوزيع في جميع مناطق المملكة، تساندها الاتفاقيات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وهي تعمل بطاقات سعودية تم تأهيلها وتدريبها، ما مكنها من تحمل المسؤولية والقيام بأعمال التطوير المستمر. ولم تغفل الشركة الكيميائية السعودية جانب الجودة والسلامة والدقة في منتجاتها، وهو الأمر الذي ميز منتجاتها وساهم مساهمة فعالة في تبوئها الصدارة والمكانة المرموقة من بين عدد من الشركات. وما حصولها مؤخراً على شهادة ISO 9001-2008 وآيزو 14001-2004 والأوشا 18001-2007 بعد النجاحات التي حققتها في نظام الآيزو 9001 إلا دليل على التزام الشركة بتطبيق معايير الجودة النوعية بجميع مرافقها وبأعلى المقاييس. تنتج مصانع الشركة أربعة أنواع من مواد التفجير، وهي الكيميوليكس، وهو مفجر رئيسي يستخدم في الأماكن الرطبة وتحت الماء، وهو مفجر ذو طاقة عالية. متفجرات لاستكشاف النفط والغاز تسمى انفيروسيس. متفجرات بودرة بيرلكس انفو وتستخدم في المناطق الجافة. كبسولات السانيل وهي صواعق تفجير غير كهربائية. المادة الأساسية وهي نترات الأمونيوم تقوم الشركة بإنتاجها في مصنعها بمصر، شركة السويس العالمية للنترات. تأسست عام 2006 ميلادية وتعمل بطاقة إنتاجية قدرها 85 ألف طن سنوياً من نترات الأمونيوم المحببة والمستحلبة بجودة عالية، ويتم شحن الإنتاج من مدينة السويس المتميزة بموقعها إلى أنحاء العالم. يتم تخزين هذه المواد المنتجة في مستودعات ومصانع الشركة، وقد راعت الشركة في تصميم المستودعات ضرورات السلامة وفق المعايير العالمية للسلامة، كالعناية بفتحات التهوية وتلافي الإضاءة والكهرباء ومصادرها في المستودعات الخاصة بتخزين المتفجرات المدنية. وللشركة الكيميائية السعودية سجل متميز في مجال السلامة ومنع الحوادث، وقد أصبحت عضواً في منظمة سافكس، وهي منظمة دولية تعنى بالسلامة والصحة والبيئة في تصنيع وتخزين وإتلاف وتدوير كل ما يتعلق بالمتفجرات المدنية. والشركة أيضاً عضو في الاتحاد الأوروبي لهندسة المتفجرات المدنية EFEE والجمعية الدولية لهندسة المتفجرات المدنية ISEE.
حققت الشركة الكيميائية السعودية نجاحاً متواصلاً في تزويد السوق المحلية والخارجية بالمواد الضرورية اللازمة والمساندة لجميع عمليات التفجير المدني في أعمال البنية التحتية والإنشائية في المملكة، مثل التزويد بالمتفجرات المدنية لإنجاز مشروع الضلع الشمالي الغربي لطريق الرياض الدائري وغيره من المشاريع الحيوية. وتشارك الإدارة الفنية بالإشراف على أعمال التفجيرات المدنية في المواقع لتطبيق المعايير الفنية والأمن والسلامة. كما لعبت الشركة دوراً هاماً في القطع الصخري لمشاريع السكك الحديدية التي تخدم مشاريع التعدين في المملكة، إضافة لمشروع قطار المشاعر المقدسة ومشروع قطار الحرمين الذي يربط مكة المكرمة مع المدينة المنورة. استمراراً لسياسة الشركة الكيميائية السعودية في التوسع وتنويع الأنشطة ومصادر الدخل، قامت بشراء حصة تمثل 99% من أسهم الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة سيتكو فارما لتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية، مما ضاعف قيمة المبيعات الموحدة للشركة. تعتبر شركة سيتكو فارما من أكبر شركات توزيع الأدوية والمستحضرات الطبية في المملكة، فهي وكيلة ل13 شركة من كبريات شركات صناعة الأدوية العالمية، وتعمل على توفير جزء كبير من الأدوية التي تحتاجها القطاعات الصحية، فهي تمتلك شبكة توزيع وتخزين منتشرة في جميع مناطق المملكة وفق الشروط الصحية في النقل والتبريد، مثل الأمصال واللقاحات وأدوية أمراض السكر والربو والقرحة وغيرها. وتتميز مواد الشركة كونها مصنعة من المواد الطبيعية. الكيميائية السعودية في خدمة المجتمع، برنامج يقوم بدعم الأنشطة الاجتماعية والصحية ورعاية حملات التوعية الوطنية، مثل حملة مكافحة التدخين وحملة التبرع بالدم والتبرع الشهري لجمعية إنسان الخيرية لرعاية الأيتام. تفخر الشركة الكيميائية السعودية أن إنجازاتها تحققت على أيدي نخبة من الشباب السعودي الطموح، وهو الجانب الذي توليه الشركة اهتماماً ورعاية كبيرين، حتى أصبح العنصر الوطني يشغل معظم الوظائف الفنية والإدارية والتشغيلية في الشركة بعد أن أهلته ودربته على أعلى مستوى. من خلال تطلعاتها للآفاق المستقبلية، تبني الشركة الكيميائية السعودية خططها عبر معطيات النهضة الحضارية التي تشمل كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، إذ تواصل الشركة صعودها لتواكب هذا التطور وتحقق النجاح الكبير في كل مرحلة قادمة بحول الله، ثم بعزيمة وتصميم كافة العاملين فيها. بشائر النجاحات المستقبلية تظهر في تطوير الأجهزة وبالتدريب المتواصل للشباب السعودي الذي يتحمل المسؤوليات فيها، وفي التعاقد مع المشاريع العملاقة مثل التعدينية كمناجم الفوسفات ومناجم الذهب والسكك الحديدية وغيرها. إنها بشائر خير وبركة للوطن وللكيميائية السعودية.